أبو أميرة، يمكن أتذكر لما كان بديل في مباراة اليابان، كان يمكن قبل ما يسجل هدف الكل يحط علامة استفهام، إيش اللاعب اللي أنت منزله قدام اليابان عشان يخلص لك هالمباراة؟ صحيح. أول شيء غلطة كبيرة، خطأ كبير جدا من الإدارة النصراوية اتفقت في هذا اللاعب. كل الفرق تبحث عن مهاجم بديل سعودي مميز، أنت يعني تنهي عقد أو تترك لاعب. شوف الآن 100% عض أصابع الندم على لاعب مثل هذا. طبعا نرجع لرينار، ما شاء الله عليه ورؤيته لهذا اللاعب. بالطبع قبل لا ينزل من مباراة اليابان الناس كلها وش حيسوي هذا؟ نزل ما شاء الله عليه، أول شيء الطموح اللاعب، إصرار اللاعب، هذه أهم أعتقد ميزتين في هذا اللاعب. تجي للاعب فنيا مهاريا، مهاريا مش اللاعب الفنان الدريبلر، صح؟ ما هوش اللاعب حتى بالراس، ما هو الماجد عبد الله أو حسام أبو داود بالراس، يعني لاعب جيد بالراس، ما هو اللاعب الكبير بالراس. فنيا يحتاج إلى عمل كثير، لكن روح وإصرار 100% قوية جدا عنده. هذه مهمة جدا للاعب، إنك تروح من نادي في المقدمة، نادي الفتح، نادي الرائع الفتح، وتصر وتلعب وترجع للمنتخب. الآن نادي الفتح يملك المهاجم السعودي الأول في السعودية، تخيل. العادة المهاجم يكون في أندية الجماهيرية المعروفة، الأندية المقدمة. آخر شيء بقوله على فراس البريكان، اشتغل على نفسك أكثر وأكثر، طالع طبعا مع فارق، لكن اتفرج، اتعلم من ليفاندوفسكي، اتفرج على كلوزا زمان، المهاجمين التقليديين، عارف، اللي ما عندهم مهارات كبيره، تحرك، قوه. لا يتفرج على رونالدو الظاهره مثلا، على ماركو فان باستين، لا يتفرج، هذولاك فنانين. انت تتفرج على دول تستطيع ان تصل وتضع بصمه في الكره السعوديه، والجميع يتغنى فيك في المستقبل. السن هذا ورايح كاس عالم، ستجبر الجميع على احترامك وعلى وضع صورتك وبصمتك عبر التاريخ.